نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. نبدأ بداية جديدة مع انطلاقة شوطنا السادس وفئة الحقائق القعدان ومنافسة هذه الشعارات الحاضرة الباحثة عن كلمة الناموس وعن التتويج وكذلك عن جائزة هذا الشوط، سيارة مقدمة من اللجنة المنظمة لمن سيحظى ويفوز معنا ومع أول المراكز يا هذا المساء. ننطلق مباشرة مع الأسماء المتقدمة ومع أول المراكز، التقدم للدكتور بدر بن طويرش بن محمد الوهيبي على أول المراكز. المركز الثاني التواجد من القاضي نواف بن عبد الله بن ابراهيم بن دايل مع المركز الثاني. المركز الثالث من واقع الشعار، هنالك شعار بالرايه اللي بدا يتسلل بهذه اللحظات ويتقدم من الجانب الايمن. ثالث المراكز ارى الوصول من مولع عوض بن حمد بن خويتم العامري. المركز الرابع الوصول من وداع حمد بن راشد بن علي البريص المري. خامس الاسماء التقدم من منذر خليفه بن عبد الله بن محمد النعيمي. هذا هو النداء الاول للأسماء الخمسة الأولى. يا سلام، أول كيلو ينغضي والأسماء ما زالت في مغربتها من بعضها البعض باحثة هذه الشعارات، الكل باحث عن هذه الكلمة الغالية، عن كلمة الناموس، عن التتويج، عن الفوز في هذا المساء. أعود إلى أول المراكز لأتابع مجريات الصدارة، لأرى وأتابع انطلاقة الدكتور اللي بدأ يعالج الصدارة بتواجده، يعالج المقدمة بانطلاقته. بدر بن طويرش بن محمد الوهيبي أحد الضيوف الأعزاء من السلطنة، مقدم من السلطنة، باحث عن هذا الفوز، باحث عن التتويج بانطلاقة هذا الشعار. المركز الثاني، المركز الثاني الغافي، وصل الغافي ليحكم أمور الصدارة، ليفصل أمور الصدارة لصالحه وعلى حساب الجميع. لينطلق الغافي نواف بن عبد الله بن إبراهيم بن دايل، من يدل درب الناموس دائما بانطلاقة هذا الشعار. هذا الشعار الحاضر بقوته بأدائه بأيضا حكمه مع الصدارة ومع الغافي لانطلاقة أول المراكز. المركز الثاني يا سلام، وصل على ثاني المراكز، تقدم منذر، بدأ منذر يطلق انذارات الناموس والمنافسة مع المركز الثاني. خليفة بن عبد الله بن محمد النعيمي من يقدم لنا منذر. المركز الثالث الكاموخة، وصلنا أجواء الكيلو متر الأخير، وصل سراب، بدأ يتسرب ما بين المراكز لينطلق علي بن مبارك بن علي البريص المري مع المركز الثالث. المركز الرابع التقدم مشاهدينا الكرام من القاطع مبارك بن محمد بن نصرة عامري مع المركز الرابع. المركز الخامس يصل سياف سعيد بن مبارك بن محمد الفهيدة المري، يقدم لنا سياف، ليتقدم سياف ليبدأ بقطع المراكز المتقدمة والمتواصلة. العودة إلى الغافي، العودة إلى الغافي، الغافي 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 مع المقدمة نواف بن عبد الله بن إبراهيم بن دايل مع أول المراكز مع المقدمة. يا سلام، الأسماء قادمة يا بن دايل، الأسماء واصلة. المركز الثاني التقدم من سياف، سياف سياف على ثاني المراكز، السيارة سياف، القاضي القاضي سياف، الأسماء الكبيرة حاضرة. التقدم مشاهدينا الكرام الانطلاق من الغزال عيسى بساري بن حمدان بالسيف المنصور، يصل لأول ندى لينطلق مع أول المراكز بتقدم هذا الشعار بتواجد الغزال عيسى بساري بن حمدان المنصوري، من بدأ يغازل السيارة الغزال بانطلاقته بانفرادته نحو الناموس. إذا سلام عليكم وأيضا على الناموس. هذا الشوط سلام يا المنصوري، سلام سلام يا الغزال، سلام. هذا هو الغزال عيسى بن ساري بن حمدان بن سيف المنصوري، من حظى على سيارة هذا الشوط. المركز الثاني وصل مشاهدي الكرام الغاضي لنواف بن عبد الله بن ابراهيم بن دايل. المركز الثالث كان وصول من قبل سياف سعد او سعيد بن مبارك محمد الفهيدة المري. المركز الرابع وصل القاطع مبارك محمد بن نصر العامر. المركز الخامس كان وصول من قبل وداع لحمد بن راشد بن علي بريس المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، نذهب بحضراتكم الى ملخص الشوط الذي قضى قبل قليل، وهذه لحظه انطلاقه الغزال. من فاز معنا في هذا الشوط وصل باللحظات الاخيره وانطلق
الى بر الامان والى خط الفيصل. 4 دقائق 20 ثانية 8 ثواني من الثانية. التبريكات لعيسى بن ساري بن حمدان بن سيف المنصوري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصل على ثاني المراكز القاضي 4 دقائق 23 بالوفاء والتمام، نواف بن عبد الله بن ابراهيم بن دايل له الثاني على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث كان الوصول من غبا سياف على ثالث المراكز. عطنا توقيت المركز الثالث 4 دقائق 23 جزء 1 من الثانية. التهاني والتبريكات لسعيد بن مبارك محمد على فهيد المري